position vector and velocity with respect to the center of mass. هلا بنحكي عن متجه الموقع، بس بدنا ناخذه مش للاوريجين زي احنا متعودين، بدنا ناخذه بالنسبه للسنتر اوف ماس. ايضا السرعه زي ما اخذنا البوزيشن فيكتور، بنقدر ناخذ السرعه بس مش بالنسبه للاوريجين، بالنسبه للسنتر اوف ماس. اهميه السنتر اوف ماس راح نشوفها خلال لما نكمل هذا الشابتر، قديش راح تكون مفيده لنا بتبسيط مفاهيم الفيزيائيه كيف نتعامل مع لما يكون عندنا سيستم اوف بارتيكلز. هلا بهمنا البوزيشن فيكتور والفيلوسيتي. The position vector of the particle alpha with respect to the center of mass can be written as r alpha prime equals r alpha minus r center of mass, where r alpha prime is the position vector of the particle alpha with respect to the center of mass. إذا هذا المتجه بده يكون للجسم بس من center of mass. R alpha is the position vector of the particle alpha with respect to the origin. بينما R alpha بيكون دائما من origin. R center of mass احنا بنعرفه اللي هو من origin للcenter of mass. هلا هاي العلاقة لا تحفظها، ليه؟ لأنه هلا رح نشتقها واشتقاقها سريع. شوية متجهات رح تشوف كيف نشتقها ببساطة. Proof. Consider a system of n particles. هلا رح نركز على جسمين فقط. أول شيء center of mass وين موقعه، بعدين نختار أي واحد من الأجسام ونسميه M alpha ونشوف كيف بدنا نتعامل معه. We will focus our attention on the center of mass and on particle alpha. Center of mass خلينا نختار له موقع، نفرض أنه هذا هو center of mass للنظام الموجود عندي، بدي أختار واحد من الأجسام بسميه M alpha. هذا M alpha. هلا في عندي متجهات، المتجه من الأوريجين للجسم هذا عبارة عن R alpha اللي هو متجه الموضع بس بالنسبة للأوريجين، وفي عندي المتجه من الأوريجين للسنتر اوف ماس هذا ال R center of mass. هلا ظل عنا ال R alpha prime اللي هو متجه من وين لوين؟ من السنتر اوف ماس لموقع الجسم alpha، فراح يكون بهذا الشكل، هذا R alpha prime. هلا اتذكر المتجهات، جمع المتجهات، إذا بدي أجمع متجهين برسم الأول، من نهاية الأول برسم الثاني، المحصلة صارت من البداية إلى النهاية. طلع لي على هذول الثلاث، صار عندك R center of mass زائد R prime alpha prime بده يساوي R alpha. إذا العلاقة بيناتهم راح تكون بهذا الشكل، R center of mass plus R alpha prime equals R alpha. هلا بنرتبها بالشكل اللي كتبناه فيه، R alpha prime equals R alpha minus R center of mass. بالتالي هاي العلاقة ما في داعي تحفظها، بتقدر تشتقها بأي وقت. هاي R alpha prime. هلا زي ما أوجدنا المتجه بالنسبة للcenter of mass، بقدر أوجد السرعة. السرعة هي عبارة عن مشتقة position vector بالنسبة للcenter of mass. إذا بشتقه بالنسبة للزمن، هيك راح يصير عندي إنه V alpha prime بتساوي V alpha minus V center of mass. The total linear momentum with respect to the center of mass. الزخم الخطي الكلي بس بالنسبة لمين بدنا نحكي هلا؟ بالنسبة لمركز الكتلة. وفي عنا نظرية رح نشوفها. The total linear momentum of a system of particles with respect to the center of mass is equal to zero. دائما رح يكون الزخم الخطي الكلي بالنسبة لمركز الكتلة مساوي للصفر. هلا هذا معناه انه P total prime equals zero. بدنا نثبت هاي العلاقة طبعا. Proof على طول. هذا عندي system of n particles. وبالنسبة للP total prime شو بده يساوي؟ بدي اكتبه على شكل summation بنفس الأسلوب السابق اللي استخدمناه مع linear momentum اللي عندي. P total prime بده يساوي P1 prime plus P2 prime plus Pn prime. هلا هذا بنكتبه بشكل summation بصير هيك P alpha prime. P alpha عبارة عن M alpha مضروبة في السرعة، بس هون اللي هي V alpha prime. V alpha prime. طيب V alpha prime عبارة عن ايش؟ dr alpha prime by dt. بعوض مكانها، والمشتقة كالعادة شو بنعمل فيها؟ بنطلعها برا، فصار عندي d by dt ل M alpha r alpha prime. هاي equation بسميها equation number 1. But
نرجع هلا للR alpha prime نعوض مكانها بR alpha minus R center of mass. وبالتالي substitute in equation 1 بدي أعوض مكانها ب equation 1 أصبح عندي طلعوا كيف صار M alpha R alpha minus R center of mass. هاي شو بعمل فيها المعادلة؟ بدخل M alpha على القوس وبدخل summation على 2 فبصير عنا بهذا الشكل d by dt m alpha r alpha minus d by dt summation m alpha r center of mass. نتطلع فيهم هلا. اول وحده السميشن عباره عن m capital r center of mass, وبالنسبه للسميشن على m alpha لحالها عباره عن m capital. هذول لو عوضت مكانهم, يعني لو عوضت في البدايه مكان summation m alpha r alpha ب m r center of mass, وبعد هيك عوضت مكان summation m alpha alpha ب m capital. وليش قدرت استخدم اعوض مكان m alpha؟ لانه ال r center of mass طلع فيه ما في عليه summation, يعني هو مش داخل بالsummation, عشان هيك باخذ بس summation over alpha m alpha بعوض مكانها m capital. عوض مكان 2 راح يصير عندك بهذا الشكل d by dt ل m r center of mass minus d by dt ل m r center of mass, وهذا مساوي للصفر. Example. A system of two objects of masses m1 equals 2 kilograms and m2 equals 3 kilograms is at rest as shown below. إذا عندي نظام مكون من جسمين فقط m1 و m2 واثنين ساكنين. هلا شو بحكي لنا؟ If m1 moves with constant speed of 2 meters per second toward the east while m2 remains at rest, calculate. إذا حكالي إنه m1 هلا بتحرك باتجاه الشرق بسرعة ثابتة, الجسم الثاني ظل مكانه ظل ساكن. شو المطلوب؟ أول شيء واحد the linear momentum of m1 with respect to the center of mass. إذا طالب مني أحسب الزخم الخطي للجسم الأول بس مش بالنسبة ل origin ولا بالنسبة للجسم الثاني, بالنسبة لل center of mass. مطلوب الثاني the linear momentum of m2 with respect to the center of mass. هل بدي أشوف m2 هل إلها زخم خطي بالنسبة لل center of mass ولا لا؟ وأخيرا طالب منا the total linear momentum of the system with respect to the center of mass. total أصبح بدي أجمع الاثنين. خلينا نحلو خطوة خطوة ونشوف كيف راح نتعامل معها. solution. أول شيء مطلوب الأول بدو the linear momentum of m1 with respect to the center of mass. كيف بدي أوجده هاد؟ linear momentum بالنسبة لل center of mass b1 prime. هذا عبارة عن m1 v1 prime. بس v1 prime هي عبارة عن السرعة بالنسبة لل center of mass. كيف بوجدها؟ بتذكر العلاقة اللي كتبناها هلا هي r alpha prime بتساوي r alpha minus r center of mass. أنا بدي هون عندي بس جسمين, بعوض مكان alpha بواحد وبشتق بالنسبة للزمن. إذا شو بصير عنا؟ v1 prime بيساوي v1 minus v center of mass. طيب v1 أعطاني إياها, v center of mass ما أعطاني إياها. نقدر نحسبها؟ أكيد نقدر نحسبها من تعريف السنتر اوف ماس الأصلي وبنشتق بالنسبة للزمن. إذا كان عندنا R center of mass بتساوي M1 R1 plus M2 R2 over M1 plus M2. لما بشتقها شو بتصير؟ بدل ما هي R أصبحت السرعات. V center of mass بتساوي M1 V1 plus M2 V2 over M1 plus M2. هلا M1 و M2 معطيني إياهم بالسؤال. V1 حكالي بتحرك باتجاه الشرق بينما V2 بتساوي صفر لأنه ظل ساكن. بعوض في الأرقام تأكد أنه بيطلع معك الإجابة بهذا الشكل 0.8 meter per second. هلأ بدنا نرجع نعوض عشان نحسب V1 prime في المعادلة السابقة. بعوض مكان V center of mass رح تصير عندي طبعا السرعة هي 2 meters per second. 2 minus 0.8 الإجابة هي 1.2 meters per second. حسبت الـ V1 prime بقدر أحسب المومنتم اللي هو P1 prime تعويض مباشرة 2 times 1.2 والإجابة هي 2.4 كيلوغرام meters per second. هذا الزخم الخطي للجسم الأول بالنسبة للـ center of mass. طيب مطلوب الثاني شو بده؟ بده the linear momentum of M2 with respect to the center of mass. بنفس المبدأ P2 prime شو بدها تساوي؟ M2 V2 prime. و طبعا
V2 برايم هي عبارة عن V2 minus V center of mass. V center of mass بنعرفه V2 الجسم الثاني ظل ساكن ونحط مكانه صفر والإجابة هي minus 0.8 meters per second. هلا عشان أوجد P2 برايم بضرب بالكتلة و P2 برايم 3 times minus 0.8 بيعطينا minus 2.4 كيلوغرام meter per second. هيك صار عندك الزخم الخطي للأول بالنسبة للسنتر اوف ماس وللثاني بالنسبة للسنتر اوف ماس. هلا طالب منا الزخم الكلي بالنسبة للسنتر اوف ماس. هيك بدنا نجمعهم، طلع عليهم قيمهم، واحدة طلعت 2.4 والثاني minus 2.4، مجموعهم شو راح يعطينا؟ زيرو. نعم، P total prime بيساوي P1 prime plus P2 prime والإجابة هي زيرو.